مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج دربيل. دربيل البرنامج اللي ندربلوا فيه على أخبار الأسبوع اللي غالبا تكون أخبار ساخنة في وتصير في يوم لحد بس. كيف؟ وتصير في يوم لحد بس زي انطلاق الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي اليوم مثلا، يعني هذا خبر مهم جدا. رحبوا بضيفنا دائم دكتور تميم بغرسة. مرحبا دكتور تميم. مرحبتين بك سام. اليوم قبل نبدأ مناقشة أي أخبار، إحنا عندنا خبر عاجل تقريبا قبل دقائق على استقالة الحكومة المؤقتة إثر الاحتجاجات اللي خرجت في البنغازي والمرج والبيضة، وفي أظن حتى خبر ما نعرفش صحته تو بلغوني به الشباب إن لعل عقيلة صرح رفض قبول هذه الاستقالة، مانيش متأكد يعني. عبد الله تني عند علب اللي صار هو المهم سقط نظام الطاغية عبد الله تني، يعني حكم 7 سنوات حكومة مؤقتة، قعد 7 سنوات حكم بالحديد والنار، وآن لأهل برقة أن يتنفسوا الصعداء. وأتمنى أن احنا زيهم نتنشق عبير الحرية، يعني ماشيين حرية وحرية تعبير وسعادة. لكن تخاف من الفراغ السياسي اللي ينشأ بعد غياب شو اسمه هو؟ عقيلة، مش عقيلة، عبد الله تني، حاجة تني، يا عبد الله. تخاف أن يصير فراغ سياسي، وأنت عارف فراغ سياسي واللي جرة تصير الفوضى، تتردى الخدمات، ممكن ينقطع حتى الكهرباء، الميليشيات تسيطر على البلاد، تنقطع البنزين والنافتة، يبدو يقتلوا في الناس، يروح فيهم شارع الزيت بالضبط، وممكن تدخل البلاد في نفق مظلم. انت سامع، انت قاري زمان التاريخ، اسباب الحكم العثماني للوطن العربي، اي الفراغ السياسي، الفراغ السياسي صحيح بالضبط، وفي فراغ سياسي في برقة ممكن العثمانيين الجدد هو غريب شيدتها. مش غريب ان يكون في فراغ سياسي، هم مدينين تفويض للمشير وهو طلع وقبل التفويض. لا شو صار فيه؟ مؤسسات الحكم الاثنية والعسكرية باهي. خلينا من الحديث على جماعة الشرق، خلينا نحكي على مشاكلنا احنا. ماكينة قرارات السراج يا تميم المدة الأخيرة قاعدة تطبع بدون توقف 4 قرارات مهمة في خلال تقريبا استعان بوحدة من الجرائد القديمة، طبع الرول هذاك، إنشاء مؤسسة ليبية للإعلام، تعيين محمد بعيو اللي هو آخر ناطق باسم اللجنة الشعبية العامة مدير لهالمؤسسة هذه، تعيين عماد الطرابلسي نائب لرئيس جهاز المخابرات، ولطفي الأحراري نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي. احنا أظن عندنا القرارات هذه يا سيادة المخرج. هذا أنت عماد الطرابلسي. طيب بالنسبة لقرار عماد الطرابلسي وقرار الحراري، متوقعات. احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تكلفة الالتفاف حول التمرد، حول المقاومة، ايه؟ وانك انت عشان تستميل اطراف كانت ضدك لابد تدير قرارات. القرارات هذه صح تدير لك تخدير مؤقت، لكن في ناس حتزعل منها، اللي هم الناس اللي كانوا في صفك انت، لما تجيني واحد تاني ما كانش معاك وتعطيه منصب، واني اللي كنت معك ما ناخدش منصب، اكيد حيزعل طبيعي، فبترضيه حتى هو بقرار. بعدين في ناس ثالثة بتزعل، فلابد تدير لها قرار، فتلقى روحك داخل في دائرة مفرغة من زيد المية زيد دقيق ايه، والسراج قاعد يتعامل مع دفتر النماذج نتاع القرارات كان دفتر شيكات كويس، كل يوم يدير قرار جديد، وكل يوم اللي يجي عيط له يقول اعطيني ظهرك، يحط عليه الدفتر ها يوقع على قرار، احتمال حتى قرصون نتاع وينه في مجلس الوزراء، ولكن ده قرار ما حد فندقه كويس. فالقرارات هذه مش حتم، واخر قرارتهم تاع عماد الطرابلسي والحراري صار عليهم مشكله، حتى هم مع جماعه المخابرات رافضين، وفي ناس طلعت بسياره مسلحه، وفي قصه معنا، في قرار حيجي قرار اخر، وقرار اخر مازال يبي قرار اخر مع شتم. بالنسبه لتاع مؤسسه الاعلام، ايوه هذا اللي يهمني، هذا اللي يهمنا كلنا. بالنسبه لمؤسسه الاعلام، لو تفكر في الخطاب بتاعها لما تكلم، قال ان احنا لابد نسيطروا على الاعلام الحكومي عشان ما حدش يستغله في الفتنه، واحنا استغربنا، هم اللي يتفرجوا على الاعلام الحكومي نفرين، ولما الرياضيه تسرق من بين سبورت ممكن يولوا 10 كويس، فشو مشكله كان صارت فتنه بيناتهم تصير بعد كل مباراه، خليهم يتخطوا يصالحوا. طلع عندنا لا، ان هو يبي الاعلام الحكومي بدل ما قاعد يبت على الفاضي والعزوز وكنتها والكلام هذا، يا خليني نستخدم ماني أداة سياسية ندادي كلهم قنواتهم عجبتني بتاع ندادي كلهم قنواتهم مع عدني. فهو يبي يستخدم المؤسسة الليبية للإعلام كليفرج، كأنت عندك قناة تبني فيها، توني عندي قناة حتى نهاجمك بها. هو عموما قبل نعلق لك على تصرف السراج، يعني أظن أنه هو مش أظن لعل البعض يقول لك أن هذا
يعني ميكافيلية سياسية، وهذا شيء يعني تصرف جيد، تصرف خطوة يحيى عليها. قبلها نقولك إن أخونا محمد مش عارف شكون قبل أول ما انطلق البث متاع الحلقة وهو كاتب يسبنا ويقول إن إحنا ما نعرفوش نتكلموا، إن كلام دكتور سمير مش كويس ومداير روحه دكتور. أنت دكتور حق ولا مداير روحك دكتور يا تي؟ مداير روحي. فمن الغريب جدا إن هو يعلق التعليقات هذه قبل ما يسمعنا شو نقوله أصلا. أنت راجل ممكن عموما متلخبطه غادي تيني ومشاكل مش عموما صديقي العزيز، انت تقدر انت كتبت ان احنا نكذب، فياريت تقولنا فيما نكذب، تقول انتم كذبتوا لانكم قلتوا كذا وكذا. اما عباره انت كذاب وانت مش صادق وانت سهله، قصد اي حد يقدر يقولها. على اي حال كنا نقوله ان لو جاك حد من انصار السراج وقال لك هذا التصرف نقدر نحيوها عليه، وهذا يعني ميكافيلية سياسيه ان صح التعبير. هي الفكرة صح، الفكرة صح، نداده كل القنوات حتى انت تبي قناة كويس، لكن التنفيذ غلط. انت اللي اوجعوك هذيما لدرجة انك اضطريت تدير قناة. مش اوجعوك، اوجعوك باعلام جماهيري وعلي كنان مقعمس في خيمة واغاني ذكرى. لا، فكروا خارج الصندوق، جابوا دم ومرات داخل صندوق الزبالة، وجابوا دم جديد وناس عنده خطاب لالاعي. الخطاب هذا كلام عن الناس، حلو خطاب على خطاب تلعلية، ما فيش سبسنس، ما فيش مادة، مجرد أن تلعلية كويس والناس تسخر معه وطلقوهم عليك. فعشان تقومهم تبي أنت حتى تخاطب نفس الشريحة تمشي ترد الشيرة على المستشارين التعينك التعين اللي يغلبهم لو ما كانوش كلهم من عهد الكفاءات، يقولوا لك لا راجي شوي، احنا عندنا واحد خدم مع القائد زمان ونعرفوه راجل خيرة، فتعال خده معك. فكر شوي انت في الموضوع لما يعرضوا عليك اسم زي هذا ويقول لك هذا كان راجل خبره وكذا. القائد اللي قالوا لك خدم معاه شي صار فيه زمان، القائد هذاك صارت عليه مظاهرات. صحيح، بدايتها كانت زي مظاهرات اللي عليك توا. كويس، شي خدم له هذاك من طبخه اعلاميه، وشي كان تاثيرها؟ هل المظاهرات ركحت ولا استمروا لين طلعوا من الطب؟ ايه، هو انت صح كنت في ورشه وقتها، لكن على الاقل وصلك طرطيش كلام ان في دكتاتور طاح قتل جعب تصرف، اكيد تفاصيل دي ما هيش غايبه عليك. فلما واحد ينصح يقول لك والله اني تعرف عندي ريكومنديشن من واحد من جماعه القذافي للشخص هدايا، مباشره شو بتقول له؟ بتقول لا، لان حيوصلوني بيني وبين رسول الله. بالضبط، باهي، هذه اول بالنسبه للريكومنديشن تاعت. ثاني حاجه، ليش الخيار هذا؟ عندك ناس كانت مدايره خطاب جيل حتى في عهد القذافي، موسى ابراهيم مثلا. يعني انت لو بتجي على الخضر خلاص ضاقت مع شيء، موسى ابراهيم احسن من بعيو يعني. ايه، موسى ابراهيم كان يعني يتكلم انجليزي وكان يعني يرد على القنوات، وكان القنوات يهزوا عليه. لكن على الاقل في لغه كويس، يتكلم انجليزي وكذا. وبعدين انت عندك ترسانه من مذيعي الأربعة، من ناشطي الأربعة، من الناس الاعلاميين الأربعة، وما فيش حد يقدر يزايد عليك بيهم، وتقدر تكسب بيهم جمهورهم. دور، تعال برا، قال صفحتك كان فيها 75,000، ده عنده 100,000، هات جاي حطه في المنصب هذا. صح ما عندهمش خبره، صح الناس مخبط عشواء، لكن دائما يخاطبوا في الفئه اللي انت خايف منها، هم الشباب. بينما اللي جبته انت خش على صفحته تلقى اللي تفاعلوا معاه اللي يصلي فيهم اكيد يطلب في كرسي، ما فيهمش واحد تخاف منه انه بيقلع دبشه بينط يكسر تويوتا ويلا اعتبار كلهم شايفين يعني. ايه، فاختار حدي. انت ليش درت القرار هذا؟ درت لنا في فئه ما هيجينا عليك، تبيها تهدى. كويس. فلو بتجيب تلخص القصه كلها تلقى ان واحد فاشل مهبع بديكتاتور قبلك، اثنين دم تمالية عليها على مستفهم من هنا لهنا، فتح لك أبواب مشاكل، عندك الجبهة الإعلامية، الحزب الجبهة الوطنية منزل بيان، محمد عماري منزل بيان، محمد عماري هذا واحد مفروض قريب جدا يعني، بالضبط من الرئاسي. ايه، وفي الأخير مجموعة من الإعلاميين أيضا موقعين بيان وكذا، وفي الأخير اللي بتطلع به هدايا عبارة عن شنو من الموضوع هدايا كله؟ إنه يجيب لك قناة نجع جديدة وناس تهتف ودير لهم زوم، ممكن في حنة شايفك يا ماما مكتوب عليها فايز، بيعودك نفس الخطاب الأول، ما درت شيء جديد، ويجيب عليك كلاني ربما ويكتب له بالضبط، ويدير له غناية ممكن هدايا ممكن يستفيد منها.
باهي. لكن معلش دكتور تميم، خلينا نفكروا بتفكير أنصار السراج. يعني مرات حد يقولك إن هذه حنكة سياسية، عارف نظرية كيس الفئران، إن تحويل الأنظار بعيدا عن القرارات الأخرى مثلا، ولا اللي حيصير في المفاوضات اللي جارية تو اللي حنتكلم عليها لاحقا في الحلقة. يعني ربما هي عارفة يسموا فيها الرنجة الحمراء أو الرنجة ريد هيرينج بالضبط، اللي حتى في الروايات وكذا يحط حاجة هيك يتبعها عقل القارئ عشان يغير مسار التفكير. والله هي ممكن يكون هيك، يعني ممكن لو كان هدي أول تصرف ليه، لو احنا ما نعرفوش بعد تالي جينا القرار هذا فممكن. لكن احنا بصراحة لينا 4 سنين تو نشوفه في التخبط، يعني قرار يلغي قرار يحط قرار، حضر فصد حضر برا حضر، وين الحنكة اللي في الموضوع؟ فعلى الأغلب إن هي استشارة من سبته. لكن عجبتني سبته هذه. لكن محمد بعيو أظن عنده تفسير لسبب اختيار السراج ليه. بالله يعطونا ترى كلام أستاذ محمد بعيو. ممتاز مصر السراج هو مأزوق في ذاته وعنصر تأزيم في كل شيء، ولا عنده منطق سياسي ولا عنده رؤية سياسية ولا عنده مستشارين، ويخبط خبط عشوائي. ممتاز مصر السراج هو مأزوق في ذاته وعنصر تأزيم في كل شيء، ولا عنده منطق سياسي ولا عنده رؤية سياسية ولا عنده مستشارين، ويخبط خبط عشوائي. قطعت كرنبة وقول كل خطيبي. باي إذا بتفسر باي كويس. خلينا من الموضوع هذا، عون الموضوع هذا أظن لن يهدأ قريبا، ولعلنا نتناوله في حلقاتنا القادمة أيضا، نتناول تطوراته على الأرجح. المحور الثاني في حلقتنا اليوم دكتور تميم موضوع الحوار، في بداية ساخنة الحوارات الثلاثة تقريبا. زمان حوار إيه سواء تقولوا دايلوج تقولوا نيجوشيشنز نقاش مفاوضات. مفاوضات غيروها. في فرق بين الحوار وال تغيير مصطلحات في راحة، يعني انت جايب نفس الوجوه تغيير الصوت في راحة، جايب نفس الوجوه ويمارسوا في نفس العملية بنفس الخطاب الإعلامي، وعلى الأغلب حتكون نفس النتيجة. فشي عندك من مكان تبدع فيه؟ شوية الزخارف، رتوش من برا، سميها ديالوج، سميها نيغوشيشن بدون بدل ما تسميها حوار، يعني بدل ما تديرها في صخيرة تدفها 15 كيلو وديرها في بوزنيقة اسمها هي تبعد 15 كيلو فعلا عن الصخيرات. جو تسويق زي مرسيدس، مرة الفنار هيك مرة مقصوص مرة كذا، بس اللد هو السؤال علاش ثلاثة مفاوضات؟ احنا عنا توا في مصر وفي المغرب، هذا انت بوزنيقة، وعنا حوار ثاني في مصر وحوار في سويسرا في جنيف أظن، فهذو ثلاثة في نفس الوقت. يعني لنا تو زحمة ما زي زمان. زمان كان عندك زمان تقصد أيام الصخيرات. أيام الصخيرات في اللي كان عنده حشم شوية أنني نقفز على عملية، حتى اللي مشي بيمثل المؤتمر قال أني بنعدل تونس بنطعم بنت، يعني ما قدرش يديرها عربية مباشرة ويعدي طول يغادي. عندك بقايا بروسس سياسية الله مغفر له ورحمها، كان عنده شوية سياسة وإنه يدير وفد وإنه يصوتوا عليه، وكانت تفكر فيه زمان كلام هذا، وكان في رهبة لليوين للبعثة الأمم المتحدة، شوفها حاجة كبيرة. فتوم فتحت مسرية، ما حدش عنده شرعية، من اللي عنده شرعية باش نتحشمه منه. فاللي بيجي ايه هذا شرعيته محوله قرار محكمة، وانت شرعيتك جاية ب 23 توقيع منهم واحد أجنبي، فما تزيدش علي ولا نزيد عليك. اللي يحصل حجز في الطيارة يمشي يركبوا خلاص. ايه والأمم المتحدة معاش فيها رهبة، كل من هب ودب دخل وطلع عليها. فمعينين مبعوث جديد بالمناسبة صح؟ غسان سلامة طلع قال لهم والله إلا نفاق ودوة فارغة وما بلا بلا في التسجيل الصوت انتهى، وإنه والله ما صير منها قناة الفرنسية هذه. خرط خرطة كبيرة غسان سلامة عشان أنه مريضة بتقاعد فمعاش لها هذيك الكريديبيليتي كويس اللي يون. فهنا فزحمة فكلهم يبوا يخشوا لل زحمة كلهم يبوا. تو أنت عندك الجهات اللي قاعدة موجودة على الساحة، عندك ما بين النواب ومجلس طلع 400 بتحط معهم وزراء، عندك هيئة شو اسمها الطرابلسية ولا شو اسمها هيئة برقوية تو هيئة برقة ولا حاجة، وتو مجلس أعلى برقة، وزيد عندك حراك فزان غير الأساطيل الناشطين، غير قول له هوتيل بس كويس. هذا المجلس الاعلى تاع برقع الهواء بالضبط. ممكن يدخلوك حتى كشافه، معاش في شيء، معاش في شيء قطات. وين مزحمه هذه كلها؟
والله هذا اللي مسخر فيها يعني. غريب شوية ولا اختفاء. يعني وقت السوق طالب أنت مش موجود. مش. فمع الزحمة هذه كلها مجرد أنك أنت تقول أني والله ابن عندي غادي ونسمع ونطيع للدولة الداعمة، هذا معاش أعطيك إدج، معاش تقدر تنافس به. حول فلابد أنك تجيب معك مشروع. شو المشروع اللي بتديره؟ أنه والله بتجيب معك تقسيمة جاهزة، بتدير جروبات، جروبات عصف دهني زي ما وصفها كويس المشري. طبعا أنت العصف الدهني مش هيكون بين عداء صح؟ عمرك سمعت بمهندس من قبل دايرين مع مهندسين من قبل مع مهندسين من جوجل دايرين جلسة عصف دهني عشان يطلعوا ايباد؟ طبيعي مش منطقي. معناها في جوين حيكون حوار او نقاش او كذا، عصف الدهني بالضبط. المفروض انهم مجموعة متوافقة ويفكروا في حل واحد. موضوع انني قبل ما يسبقون التنين المشروع لابد ان اطلع. فانت تشعر ان مجموعة المغرب هم مجموعة متوافقة الان، ومجموعة جنيف مجموعة متوافقة، وفي مصر ايضا هيك بنفس الوقت. هو تعيين مصر اصلا طلعوا بعد اقصائهم من المغرب، لان ممثلين في قسمه الحكومه في مش جنيف، في مونترو تقريبا، في سويسرا، لكن مش ممثلين، فداروا هم بروحهم في مصر. لكن تقدر تقول بتاع المغرب وسويسرا مع بعضهم يعني تو في ثلاثه صخيرات، والصخيرات الاحلى هي اللي بتفوز ولا كيف؟ تقدر تقول اثنين، لان المغرب وسويسرا ما نقولش بالضبط ان نفس الشيء، لان في اطراف ممثلين ومش ممثلين، لكن تقدر تقول مسار واحد. اللي مختلف عليهم شويه مصر، وهذه في العاده اعراض زعل، اعراض واخدين على خاطرهم، وان حتى الهدف النهائي نتاعهم مش ان هو يدير شيء، مش مجرد انه يقعد في الصوره، مش لان زي ما قلت لك زحمه واجد، واللي بيطيح بينسوه، فهو لازم يثبت نفسه أني متواجد في الصورة بس. وفي الأغلب أنه بعدين أنا أنت عارف الصيغة التوافقية، ما فيش حد يطلع، فيش حد يخسر. إحنا عندنا 200 يتعاركوا على مجلس، خليهم 400. عندنا 9 أنفار يتعاركوا، عجلهم طلعهم فولترون واحد يشغل المنصب. فولترون ما قدر. هذا هو. فما حدش يتم هنا، وفي الأغلب أن مسار مصر بعدين حيندمج معهم. لكن اللي ماشي توه بالضبط ان جنيف ماشيين في موضوع شكل الدوله كويس ومتراخي واجد، معلش ضجه، لان شنو شكل الدوله؟ بتقول لي مجلس رئاسه، مش خلينا من الكلام هذا، احنا تو نهدرزوا عليش على فلوس على المنصه كويس. فهذا مش الحوار. المغرب واخذ تراكشن، واخذ تحت تغطيه عالميه اكثر، لان هذا الحوار مزبوط بصير. الحوار الثاني داير مجلس اسمه هذا الهيومن بتاع الحوار الانساني، الهيومن ديالوج. داير ديالوج وملقط فيه ناس يعني، بس التركيز اكثر على المغرب، لان هنايا العقده، هنايا الموضوع في مناصب يعني. باي معلش، انت قلت فيه مناصب، شنو المناصب اللي تفهموا عليها لحد الان مثلا؟ والله في بالنسبه لشكل الحكومه، انا هو مندوبي السراج يجيبوا انتخابات كويس مباشره، يتحولوا لانتخابات، ما فيش تعديل. شو معناها انتخابات مستحيله؟ فشو معناها انتخابات؟ احنا تكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت وقلنا مستحيل، هو وعد انها تكون في شهر 3 تقريبا، لكن الامر صعب جدا. عامين تنت بريح. فلما يقولك بانتخابات شو معناها؟ معناها نبي نقعد ممثلين الاحزاب وممثلين برلمان جهه عقيله يشيبوا يبوا تعديل في المجلس الرئاسي والحكومه كويس. ثم انتخابات. طبعا استخدموا حتى من الانتخابات. شو معناها؟ معناها نبوا تعديل ونبوا نقعدوا. فلما تسمع كلمه الانتخابات كان قالك ستوب. فايش تبي انت؟ نبي انتخابات، معناها ما نبي شيء، نبي نقعد. الثاني ايش تبي؟ نبي تعديل ثم انتخابات، معناها ايش نبي؟ نبي نخش في الحكومه سكواريبا. بالنسبه للمناصب التنيات في المغرب، عرضت مناصب وجدات، كل قناه منزله تسريباتها. في اللي يتكلم عن النائب العام، في اللي يتكلم عن المحكمه العليا انهم تفهموا عليها، في بس انه بصفه عامه عندك الرقابه الاداريه هي مكافحه الفساد، النائب العام، المحكمه العليا. طيب مش عارف تاني في مصر، بس القصه كلها هي عموما هذه كلها تسريبات، ما فيش شيء رسمي، لكن على الارجح هو هذا اصلا، ما فيش مناصب ثانيه اظن. دوروا الفلوس، فالعقده كلها على المركزي. كانت تفكر انت زمان حرب طرابلس في سمعات 5-5 ما تكلموش على شيء الا على المركزي، ما حدش قال بيشارك في الحكومه كويس، انت يعني بيشارك في المركزي صح. فالقصه هي كلها يعني في المركزي. لو فرضا حتى ان هم قدروا يتفاهموا كويس ويطلعوا قائمة مشتركة بيناتهم تمام، مازال القائمة هذه تبي اعتماد من النواب ومجلس الدولة صحيح، باعتبار الموجودين غادي هم فقط مفاوضين وممثلين ياخذوا الشيرة فرضا تفاهموا عليها. حلو جدا. من الاسماء اللي بترشح على كل بفرض انه ما فيش حد عاقل العملية هذه، ولا الاغلب اذا مش حيكون الوضع يعني، مين بترشح لها؟
انت شفت شويه زعزع علي شويه على منصب وزير الداخليه، قاعد انت لتو قاعد تصدر في القرارات، ترفض فيه بقرار من هنا وقرار من هنا. كويس. فتخيل لما تقول اني والله عندي المنطقه الغربيه كلها ما حصلتش من الزحمه هذه الا نائب المصرف المركزي. من اللي برشح نائب المصرف المركزي؟ كويس. هذا قلت لك بفرض ان الموضوع وصل للمرحله دي، وهذا على الاغلب مش حيصير لان حفتر غير ممثل في المفاوضات. ولو تعلمنا شيء من حفتر في السنين اللي فاتت إنه شيء يدير يخليك تتفاوض مع روحك وهو ما ليش علاقة، وبعدين إيه تعيش في الوهم بشوية عليك. حوار من لا يملك مع من لا يستحق. بشوية كملته خلاص، كملت الموضوع، أنا ما يساعدنيش الحوار هذا. بي إحنا مش عارف شنو تفهمنا مع عقيلة صالح، ما متنيش عقيلة صالح. بي شو بندير توا؟ والله هي تبي تخش في حوار، نبدو من حيث ما وقفته، ما نبدوش من الصفر. زي ما زمان الاتفاق السياسي نتاعك لم يعتد به اطلاقا، وقدم لطرابلس وصل على مشارف طرابلس، ايش قال لك؟ ديروا برلين. اي منين بدا؟ بدا من الصخرات وطالع. حتى توا بيخليك تاخذ راحتك، وبعدين يجي بالنقطه النهائيه اللي وصلتها انت مع عقيله، بعدين يقول ما يساعدش الموضوع ويبدا منها وطالع. وبعد هذا كله يجي السيد خالد المشري ينزل تويت على اساس إن مناصب وخطوة في الانتخابات. نعم، هو قال هذه خطوة أولى، أو قال هي خطوة في خطوة أولى في الانتخابات. تي خطوة أولى تنتبش تص بالمنصب. هذه تغريدة سيد خالد المشري في أسرع وقت نحو الاستفتاء والانتخابات البرلمانية. مش عارف أنت المناصب هذه تدعك الانتخابات مستحيلة، والمناصب هذه حتخلق لك مشاكل داخل طرابلس. مرات تقول الحرب عندك هنا، مش حرب شرق وغرب، حرب عندك هنا مش غادي. طيب انت قلت ان المناصب هي محور المفاوضات، انت تتخيل ان المفاوضات هذه قامت من اجل المناصب يعني. لكن عندنا عضو العداله والبناء سيد عبد السلام الصفراني، هو يراس وفد مجلس الدوله في المغرب، ظهر متاثرا وانفعل الرجل وكذا، وقال ان اللي صاير على خاطر الوطن مش على خاطر المناصب. اظن عندنا بلاي الفيديو بتاع السيد الصفراني. أول شيء شعورك بعد خروج من هذه المفاوضات والمشاورات اللي دامت حوالي 4 أيام مع يوم وكان متوقف، يعني شعورك الآن كليبي قبل أن تكون مسؤول؟ نحن ننتظر مثل هذه الساعات التاريخ ونفس الجغرافيا. لا نحسبك، وأعتذر مرة أخرى عن السؤال الذي قد يكون تسبب في جوحك. أخي العزيز، أنا بلدي مقسمة وبلدي منتهكة وأبناء بلدي يتقاتلون. أي اتفاق بيني وبين إخوتي هو يمثل يعني أحسن خبر ننتظره الآن هو توحيد ليبيا وتوحيد مقسم مؤسساتها. طيب شوف الرجل متأثر جدا وكذا، شني ليش تعتبر فيه مش صادق يعني؟ خلينا نشوف شريكة شقال شريكة الطرف الثاني في المفاوضات. إيه خلينا نشوف وش قال. أعطونا ترى الناطق حتى هو ولا الناطق باسم البرلمان وقداش كان متأثر في قال لك لجنة مجلس النواب في تشبعات المغرب يقتصر دورها على الوصول إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط، لا وطن، لا أخوتي، لا أبنائي، لا دموع عبلة كامل، ما فيش منا كلام هذا كله. فباهي تو منظرك وانت تعيط بينما شريكك يتكلم بصراحة وبرغمتية هكي، وبعدين شي كانت لازمتها شي الاند جيم نتاعها العياط هذايا، شي كنت طامع انه ممكن يصير؟ الرجل تاثر وانفعل يعني متوقع ان احنا تو حتى احنا نقعدوا حتى المشاهدين نبكوا حتى احنا، ولا نطلعوا مثلا نقولوا يحيى صفراني باشا ولا مش عارف شنو. كويس باهي. يعني هل متوقع ان احنا نسينا البكائيات هذه؟ هل ما مرتش علينا العياط هالشكل؟ امهات شهداء تم جرهم للمنصات، ايتام تم رفعهم فوق الكتوف، جرحى يرفعوا فيهم بالقيلات نتاعاتهم، يرفعوا فيهم ويحطوا فيهم ويصوروهم باش يقولوا، خاصه فترات الانتخابات الفتره تاعت الصخيرات والرفاق دي. نعم. وفي الاخير شفنا شيء صار. فهل انت متوقع ان هذا ياكل علينا؟ وبعدين تقول لي خوتي وابنائي وابناء وطني مش عارف شنو. انت في 2014 يا سيد عبد السلام الصفراني كنت تبرك فوق واحد من اعضاء المؤتمر بتضربه،
سيد أبسام صفراني. إيه بالضبط السيد عقيل معقيل ولا معقل ولا نصر معقل حاجة الشكل اسمه. نصر معقل إيه. أعطونا عندنا الفيديو هذا. ما تغرش علي. وين حد العنف وين هذا؟ الراجل انفعالي يعني هذا تصرف واحد يعني يعني ابنائي واخوتي وانت بتنط بتخنق الاخ يا وين عدل امتى 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 وليت رقيق عزم انت وليت دمعتك سهله جبار في المؤتمر خوار في الوفاق معلش كل وقت بيدانا يعني. ايه كل وقت بيدانا هي مظبوط موضوع ان كل وقت بيدانا هذه سياسه تسويقيه تاع العداله والبناء ما ترافقتش مع السياسه شو نقولوا عليها مع التغييرات الهيكليه اللي داروها يعني هم من زمان كانوا مدينين تغييرات هيكليه عشان يتحولوا من حزب في المفاوض في انتخابات الى شركه عائليه خدمتها المفاوضات وده بن والكلام هذا العياط والدموع والترشيف هذا يمشي مع الانتخابات يعني انت المفروض درت ابديت لاسلوبك التسويقي مع لما غيرت شكلك من شركه الى من حزب الى شركه والله هو انت قلت تغيرت من حزب الى شركه ولا امتى صار اعاده الهيكليه هذه الحزب ما اعلنش عليه انه تغير ولا حاجه لا كيف ده قريب ثلاث عمليات شوف الدهون ترى اول وحده كانت تفكر كانت تفكر زمان في بوست للعرادي المستشار قال ان الفرق ما بين اخوان الشرق واخوان الغرب اخوان الشرق متطرفين ويابسين بينما اخوان الغرب ايوه استاذ رزاق العرادي اظن ما قالش متطرفين لكن متشددين يعني صقور وحمائم عرفت الفكره السياسيه المشهوره ما معناه هو فرق بين الاخوان في الشرق وفي الغرب ما معناه ان اخوان الغرب عندهم ليونه تمشي مع الوقت الحالي واخوان الشرق فهذه كانت اول قسمه انه قالوا لك اخوان الشرق بعدين فكوا ارتباط الحزب بالجماعه وبعدين فجاه تبخر اخوان الزاويه اللي هم اول عمليه استقاله من تيار فكري في التاريخ هي هذه غريبه شويه انت تعرف ان يعني الاستقالات تكون من حزب غالبا من جهه يعني استقاله من تيار او تتوب عن عبيتر غريبه شويه استقاله من فكر عرفت مش زي الفكر تشق عليه ثروة الخرباوي عرفتها بتاع ثروة الخرباوي بتاع الاخوان المعبد بتاع فهذه كانت غريبة شوي خاصة أن واحد من المنشقين في الزاوية أنا شفت البيان اللي مدايرة كاتب من أسباب الاستقالة يقول حين نرفض أن تكون في جماعات سرية في ليبيا وكأن الأخوان جماعة سرية فهذا غريب جدا يعني هو مش موقع كيف مش كاتب اسمه البيان لم مش مرفق باسماء مش مرفق باسماء وهو انت رافض ان تكون جماعه سريه وانت مش كاتب اسمك وانت في اثناء توقيعك البيان قاعد جماعه سريه فسياسه التخلص من الزوائد الفكريه الزوائد الفكريه الزايده اللي عندهم دي ان هم الناس اللي هم اصحاب المبادئ اصحاب الافكار الناس اللي يعتبروا ركيزه كويسه تجمع عليها الناخبين وتنفعك في الانتخابات لكن بيعيقوك فيش في المفاوضات ايه مفاوضات تبي ناس عندها مرونه زي ما قال لك تبي ناس تقدر تتزلفط في ناس ماهيش مكبله بمبادئ زي ما يقولوا فيها يقول فيها باستهزاء جماعه المبادئ هذه ما يمشوا في المفاوضات فعشان تنتقل من الانتخاب من حزب في الانتخابات الى جماعه في مفاوضات الى شركه في مفاوضات لابد تدير عمليه تطور زي يقول لك زمان القرد فقد ديله بالضبط حتى هم داروا عمليه شيدنج ضحوا بنفس ببعض الاجزاء الزايده فتحولوا الى تطوريين تحولوا الى شركه تفاوض يعني كويس معلش خلينا نسمعوا الاستاذ محمد صوان يحكي على سياسه الحزب في الانتخابات المحليه اللي قيمت في مصراتها مؤخرا شوف احنا في دقيقة احنا, أو أقل حتى احنا دقيقة. كحزب يعني سياسي موجودين في كل المدن الليبية ونريد ايضا ان نبتعد حتى على الاقتراب من الشأن الداخلي المصراتي لان احنا حزب نمثل كثير من لكن ابناء الحزب في مدينة مصراتة من حقهم يشاركوا
ولا توجد قوائم حزبية الحقيقة في الانتخابات البلدية، لكن أفراد الحزب مسموح لهم المجال، وفيه بعض منهم داخلين في قوائم حزبية ومش قائمة واحدة، داخلين في قوائم حزبية، وهذا أمر يعني مشروع ونتمنى أنهم يساهموا في خدمة المدينة. طيب هذا كلام الأستاذ محمد صوان رئيس كلام الحزب، ما أنزل الله به من سلطان. ليش؟ أول حاجة قال لك إنه والله أعضاء الحزب يقدروا يترشحوا كمستقلين، كيف يجينا عضو حزب يرشح كمستقل وينافس حزبه؟ لو تبي تترشح كمستقل استقيل، ترشح براس عضو في الجماعة أوكي، يقول لي أعضاء الجماعة المش منتمين للحزب يقدروا يخشوا مستقلين يجي، لكن خلاص أنت خشيت في منظومة الحزبية، كيف تقول لي إني قاعد داخل حزب وبنترشح كمستقل؟ هذه ما فيش حد حتى نفسه يقدر يقولها. ثاني حاجة موضوع إن إحنا والله ما نبوش يخشوا في الشأن الداخلي للمدينة. All politics is local. كل السياسة تبدأ من المحليات. يعني تلقى إن الحزب بروحه يدخل في انتخابات نيابية، انتخابات اللي برلمانية، انتخابات رئاسية، وفي نفس الوقت يدخل الانتخابات المحلية البلدية بمرشح من عنده يحمل اسمه، يحمل شعاره ويسوق للحزب ودي له في راليات، الراليز اللي شو يقولون بالعربي انت الجمهور، لا مش سباق سيارات، يقول لك تعالي لقط للجمهور يعني كويس. ف مهرجانات خطابيه، مهرجانات خطابيه بالضبط. فاني لما ندير الحاجات هذه اني معترف به، اني هذا اللي يمثلني، هذا مثل فكري. ليش؟ لانني عندي شريحه ناخبين نبي نجيبها للناخب الفلاني كويس، فنقول لهم ان الناخب هذايا يمثلني كويس. يجي انت تقول لي لا اني والله ما نبوش نخشوا في الانتخابات البلديه ودخلناهم كمستقلين في قوائم تانية. اللي صاير انك انت لما قلت لك دمرت الكوادر نتاعك زمان نتاعت الانتخابات وقعدت انت عايش على المفاوضات، ما عادش عندك كوادر تقدر تخش بها انتخابات، ولا عاد عندك قاعدة اجتماعية تتركز عليها لسفت جمهورك بالكامل، فكيف بتعيش توا؟ بكل بساطة بكل تفكير تفكيرهم التمخض عن ان احنا دخلوا الكوادر اللي ما زالت عندنا، الناس اللي قلت لك سلايمي يقدروا يخشوا في فوضات، خذهم وزعهم زي الطفيليات، كل قائمه تمشي حط فيها واحد من طفيلياتك لعل وعسى اني نخش في القائمه بعدين لما يصير منها. فهذه تقريبا احنا هذه اول حزب سياسي بعقيده باطنيه قاعد احنا نتفرج عليه ينشا قدامنا الان، اللي هو زي زمان كانت تفكر في الحشاشين وانه هو كان يحط في واحد مع صلاح الدين يحط في واحد، هذا الان يتبنى الحشاشين في عقيدة الحشاشين قاعد الان دخل في السياسه عندنا احنا. عشان نرجع لراس الموضوع دبلنا، انت تحولت الى شركه مفاوضات وليس الى حزب، فليش حركات البكاء وحركات الاستجداء وحركات اللي استخدموا فيها لخداع الناخبين في الانتخابات دي؟ ماش في انتخابات، ماش في ناخبين، ماش عندك بهم لازمه، فتصرف كالكائن الطفيلي اللي انت تحولت لي وخلي عينك لوطه، ومعاش دينا التمثيليات السخيفه هذه الا لو كنت قاعد على منظومه التسويق بتاع 2014 وما جاكش الابديت زي الخنساء بوزنيقه. ايه جميل، خنساء عيناي جادتها كيف عيناي جوده ولا تجمد ولا تجمد الا تبكي يعني صخر الندى. اخونا سليمان دكتور يقول لك تحدث عن مشاكل الجرحى. مشاكل الجرحى انه يقعمز تو ورجله مفخ. ايه ربما هذه واحده منهم، هو اظن يعرفك الشخص ويعرف انك انت احد الجرحى، فربما نخصوا لهم حلقه او كذا نتحدث فيها عن هذه المشكله. دكتور تميم، عندنا موضوع ثاني مهم جدا، موضوع كورونا اللي ما زال مستمر معانا، وللاسف الاصابات قاعده تزيد، للاسف الناس قاعدين ما ياخذوش في احتياطات، ما زال الناس يتحركوا ببساطة بدون كمامات، وما زال يسلموا على بعضهم ويضبطوا في بعضهم ويديروا في مناسبات اجتماعية وقهاوي مفتوحة وجو مليح. للأسف سيموني مدرب أتلتيكو أصيب أمس ولا اليوم بكورونا أيضا، هذا خبر محزن جدا بالنسبة لي، أثر فيه إطلاقا منه. لكن الخبر ربما كان الجيد أن المركز الوطني لمكافحة كورونا أعلن عن شفاء 12,000 حالة بعد تطبيق بروتوكول جديد، وما نعرفش هذه كيف جت، هل هو فعلا خبر جيد المفروض نفرحوا به، ولا لأن تعرف اختفاء العدد الكبير من الحالات فجأة
غريب شوية، عرفت قصدي؟ مغيرين سوفت وير جديد للمصابين مثلا، ولا راجعوا الملاك لقوا ناس مسجلين في ما عندهمش كورونا، ولا قصدي القصة غريبة شوية صح؟ الناس وحضرت الدكتور عندنا هذا العاجل بتاع المركز. فشو فكرة البروتوكول هذا دكتور؟ والله هي في البداية لما تقول ان اختفت نص الحالات عندي، في هذه شيء بنقول لك مش بنوصل لمرحلة فضيحة، لكن امر كبير شوية. مفروض تعلن باعتذار، ما تعلناش بانه على اساس انه هو نصر. ليش؟ مش هو خبر كويس؟ لا هم ما شافوش، انت كنت مسجلهم خطأ على انهم مرضى. خلينا نبدأ الحكاية من أولها عشان نجي ناخده في السياق. لجنة مكافحة كورونا ومركز الأمراض أو اللي عند المنظومة ما كانش عند استراتيجية للشفاء كويس. يعني اللي يجي يسجل عندهم على أساس أنه حالة كورونا يقعد حالة كورونا ويقعد في بيته. لو أنه في مركز العزل بيرقبوه بيطلع بعدين يتحول كويس. بينما لو قعد في بيته فيقعد مسجل كحالة كورونا إلا لو جيه هو من ذات نفسه وتطوع وقال أنين حس روحي تهونت، ياخذوا منا مسحة. بارك الله فيهم البيروقراطية اللي بينا مسحة، بس مش علم خبر إنه مكحش يعني. كويس. فياخذوا منا مسحة وبعد تالي لو يلقوها نتيجة سلبية يطلع. اللي صاير إن إحنا ما عندناش متابعة الحالات اللي في الحوش، وبالتالي قعدت الحالات تتراكم لين فاتت عدد الحالات الحقيقي. يعني أنت عندك زيادة من 9000 توا، كانت 22000 ولا 9000، يعني حولت أكثر من قريب 60% ولا 55% ولا حاجة الشكل. فاللي صاير أنك أنت جبت بروتوكول من الخارج لما طبقته صار اللي كان مفروض أنت تديرها من زمان، أنك أنت تجيل الحالات اللي بعد 20 يوم هذي ما وتلغيهم بروحك، وأغلبهم بيتحولوا للشفاء. أي حد بعد 20 يوم المفروض تماثل الشفاء، تماثل الشفاء. فتحول أنت بروحك. فلما صارت أنت العملية هذي عرضيا عندك أعلنتها كنصر. لكن طيب خلينا ناخذ دور المتشائم المرة هذه عكس العادة. يعني مرات مش كلهم تماثلوا للشفاء دكتور تميم. أنت تعرف أن في حالات تتوفى مثلا، فربما يكون بعض الحالات هذه توفي. اللي في بيته في الغالب لو توفى بيكون راجع مشي العزل، ما فيش حد حالات نادرة تصير. فلو ساءت حالته هو غالبا رفعوه للعزل. في حالات تصير صدن دت اللي هي لها اللي موت مفاجئ اللي لها أسباب أسباب قلبية أو ستروك أو دماغية، تصير من مضاعفات الكورونا وهذا تصير. لكن في الأغلب اللي بيموت من الكورونا في العادة في الأغلبية العظمى حيكون مرض قبلها، وبعدين توجه لمركز العزل ما قعدش في حوشة. كويس. فأغلب اللي توفوا كلهم أغلبهم مسجلين إنهم توفوا بالكورونا. قعدوا لك الناس اللي هم قاعدين في بيوتهم، اللي أنت كنت تراكم فيهم، اللي أنت كنت بإمكانك بخطوة بسيطة إنك أنت اللي فوت 20 يوم يا سيدي ديرها شهر، كل شهر وتلغي مجموعة شهر رغم معناه ما يصير شهر سحر الشهر أسبوعين ماكسيموم 20 يوم بالنسبة لحالة التعبانة كنت تقدر تحولهم أنت. بعد دكتور إحنا بنتكلم على البروتوكول هذا نفسه، لكن قبلها خلينا نقول لك سمر تقول لك أرجو عدم انتقاد إعلان المركز الوطني فقط لغرض الانتقاد، الإجراء سليم والخطأ كان موجودا وتم تصحيحه. وأظن هذا اللي قال الدكتور تميم، قال إنه كان في خطأ وهذا وين تصلح الخطأ. فهو لا أظن إن إحنا كنا ننتقده في المركز لغرض الانتقاد زي ما تفضلت. هو اللي صاير إن الخطأ كنت أنت مفروض تصلحه، ما كنتش محتاج بروتوكول جديد. البروتوكول هذا تنقول السبب اللي دارت أمريكا على سبه. ليش ما داروش على سبب تصحيح أخطاء إحصائية زي اللي عندنا إحنا؟ عندهم لي أسبابه. أنت عندك خطأ إحصائي مش لازم تجيب بروتوكول وتطبقه، وكنتيجة عرضية لتطبيق البروتوكول لما يصلح لك خطأ إحصائي عندك أنت تطلع وتحتفل بيه على أساس أنه هو نصر. ما هوش نصر، أنت كان عندك خطأ إحصائي ليه شهور وما صلحت شيء. ليش داروا الأمريكان البروتوكول؟ وهذه الحاجة اللي إحنا ما في عفوا هو البروتوكول اللي دارتها منظمة الصحة العالمية ولا منظمة؟ لا دارت CDC مكافحة. شو معنى CDC؟ Center for Disease Control، مكافحة العدوى والأمراض الأمريكية. كويس. نشوفه في نهاية شهر 7 تقريبا، في بداية 8 أخذوه اللجنة العلمية في مصراتة وقدموه كمقترح. هذا اللي يسموه 10 day rule قاعدة 10 أيام، وتنقول لك ليش داروا وقدموه كمقترح وخذوه الآن، ولما طبقوا صلح لهم الخطأ الإحصائي اللي هم كانين واقعين فيه. كويس. اللي كان مفروض يصلحوه من قبل. تمام. تو نقول هني المشكلة في تطبيقه بدون فهم السبب بتاعه شنو. السبب بتاعه ليش داروه الأمريكان؟
ما ليش علاقة بالأخطاء الإحصائية. هم قالوا على خاطر الإكزوشن بالضبط بتاع إيه؟ التحاليل هذه. التحاليل باش يوفروها يعني باش. مش تحليل في حد ذاتها المان باور، لأنك أنت قاعد عندك تتراكم عندك تأخذ المساحات سهلات، لكن بعدين الأوبريتر تستخدمهم عش لحق وفي في مساحة شوي. المشغلات تقصد. مشغلات إيه. في مشغلات واجهة يدولة ديسكاردينج يرموها لأن هي يعني إكسباير معش قصدي خدوها ما لحقوش يشتغلوها. فقالوا نحن بدون ما نصرفوا المشغلات ونصرفوا المان باور اللي عند إحنا الهيومن أورز اللي أنا نصرفهم على ناس في الغالب إن هم ما عندهمش فيروس، خلينا إحنا نشوف نرسم الخط اللي يقول خط إن أغلب الحالات مع شريان مع شو اللي متريسز الفيروس كويس ويقدر يطلع عادي. في الحالات البسيطة اللي هم يتيبي كلاديما زي اللي يقولك مثلا عنده فترة الحضانة وصلت 21 يوم في اللي يستمر معه التريسز بتاع الفيروس ممكن مناعة قليلة وكذا، هذا هم نسبة بسيطة ما يشكلوش شيء في البوبيليشن اللي أصلا مصابة برا. لما نيجي ناخذ القرار هذا ونطبقه المفروض نعرف ليش يطبق اللي هي الغرض منه شنو؟ توفير المشغلات. أني وين الاستهلاك نتاعي في المشغلات؟ هل هو في فحص الحالات المصابة قبل ما تطلع؟ لا مش هذا مش هذا الاستهلاك الكبير تاعي. الاستهلاك الكبير تاعي في عمليات الفحص العشوائي للمخالطين. فحص هو بس احنا خلينا نتفقوا ان في فعلا استهلاك كبير في المشغلات وفتره كان في مشكله ونقص في المشغلات بالضبط. باهيني التو لما بنجي بنطبق البروتوكول هذا بيكون طبق خطه من نيني بدنا ننقص الاستهلاك. صحيح باه الاستهلاك نتاعي وين عندي هذوما الناس المتعافين صدفت عليهم كم 10,000 مسحه، عندي اكثر مخالطين يوميا ناخذ منهم في مسحات اللي هم يطلعوا اغلبهم سالبين. تتبع المخالطين خطوه لها فائده في مكافحة الوباء لو درتها في البداية وتابعت جميع الحالات زي ما دار جنوب أفريقيا جنوب كوريا الجنوبية. توصيش إدارة المخالطين حبستهم بالكامل كويس. كوريا الجنوبية تتبع بالتكنولوجيا وبالنقلات وبالكاميرات في الشوارع وفحصت اجريسيفلي جميع بشدة فحصت كل المخالطين كل المخالطين بالكامل وحصرتهم ونفع معها. فما تجيش انت تبغى يهرب هنا فصعب يتبعوهم. انت مدير تريلا وبتطوع مش انك انت بتتبع الناس. انت هم الناس حتى اللي بيجيك انت ماكش مستقبلك كويس مش انك انت تطلع بتتبع الناس يعني تمام. ففي فائدة المخالطين يعني يا سيدي جاني شخص أنا مخالط فأنت ترى أن فحص المخالطين هو استهلاك زائد ضياع وقت. بيجيني شخص مخالط شو بنقول له؟ راجيني 5 أيام يرجع عندك معدل فيروس، هذين 5 أيام قاعدين في حوشة بعد ما ناخذ منه مسحة ترجع بعد يومين لفرض طلعت سالبة ناخذ منه مسحة ثانية يومين برضو وصلت لتسع أيام الرجل حاجرني فخليه يكمل حجر أنت بالكامل. لأنك أنت لما تخليها في التريلا بالشكل ده واللي يجي يقول لك أني تعال أني نفحص أني خلطت أول حاجة في اللي أنت عارف الزقطة اللي بيا لأني مخالط واحد من كلهم 5 أيام بيش أفحصوك توا مش أحوروكش فشين يجي يقولهم 5 أيام في حتى حالات يعني هو قبل 5 أيام غالبا ما يفحصوش باش حتى لو فحصك وطلعت النتيجة ما عندي في الغالب حتطلع سالبة. وفي اللي يجي يقول لك لأني والله خليني تراني شاك في أن في مؤامرة كورونا يجي يعطي اسمه يدير فحص يطلع سالب يعدي يغير اسمه يطلع موجب هارث لا يا محترم انت جيت فحصت على 3 دايز طلعت سالب وبعد تالي لما تكون عندك الفيروس طلعت موجب. فاللخبطه هذه كلها تقدر بكل بساطه ان الفحص نلغيه للمخالطين كلهم نحطهم في حاله الحجر ونستخدم الفحص في حالتين يفيدني اللي هن اكلينيكيا الناس اللي جايين للمستشفى عشان نعرف ان عنده كورونا ما عندهاش واحصائيه للمجتمع نستخدم تعليم ميوغلوبين عشان مره ناخذ عينه عشوائيه من المجتمع ونشوف تقدم الوضع الوبائي تاع عينيه. بالك احنا وانت ندري بالك وصلنا ل 60% تاع معناتها قطيع بالك اوريدي احنا لو خذينا عينه عشوائيه نقول 60% من الليبيين حاملين الفيروس وبالتالي احنا وصلنا لمرحله معناتها قطيع ما عادش يستحقوا حتى فاكسين لما يجيب عليه. طيب قبل ما نختم دكتور تميم خليني نقرا لك تعليق من احدهم يقول اسامه اقنع تميم يشد وزير صحه طبيب ومتعلم وذكي وباحث لما الأشخاص القادرين دائما يتباعدوا عن المسؤولية ويتركوها للغير أكفاء. طبيب متقاعد مش باحث. هو السؤال هل المسألة بهالسهولة هذه هو الفكرة أنت رافض بس يعني لو أقنعتك تكون وزير صحة بسهولة حتكون وزير صحة هي في يدك أنت الموضوع في يدك أنت الموضوع خلاص الباين هيك هو قال لي أقنع تميم يعني ما فيش أمل يا أستاذ تخيلش انه ممكن يحطوك هذا يقول لي ما تنسوش خرج المنظومه بروتوكول 11922 ما نعرف شنو هو احدهم يسخر يقول وين متعلمين الانجليزي
تقريبا هذه كل التعليقات اللي عندنا، إضافة إلى تعليقات كثيرة. دكتور تميم في الثناء عليك وشكرك، وبعض التعليقات التي تقول إن إحنا إخوان ومقاتلة وما ننفوش. جعلني وجعني أول واحد اللي قال لي كيف؟ الأول واحد اللي قال لي أنت دكتور ولا اللي قال دكتور أنا مش دكتور. إيه هنا محمد رجب يقول تميم محلل صحي أحسن من محلل سياسي. أعجبني محلل صحي، هو طبيب يعني، الأسهل أن نقول عليه طبيب بالأسف. الأسهل. أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقة اليوم. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعة، على الأقل اللي كان عندهم ضي وقدروا يتابعونا. نشكر أيضا دكتور تميم بغرسة صديقنا وضيفنا الدائم. تصبحون على خير.